من عدن إلى لحج وحتى أبين والمكلا، لم يترك الجيش الوطني والتحالف العربي طريقاً إلا سلكه لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة. ومؤخراً أعلنت الحكومة أن مدينة المكلا محررة بالكامل من سيطرة مسلحي التنظيم. من هذا الطريق الذي دخلت منه قوات الجيش الوطني فر عناصر التنظيم غرباً باتجاه صحراء حضرموت ومحافظة شبوة المجاورة، في الوقت الذي تحدثت مصادر بأن رجال دين وشيوخ قبائل قادوا مفاوضات مع المسلحين لحثهم على مغادرة المدينة بسلام ودون أي مواجهات. نجحت الفكرة إذن، وجد بها عناصر التنظيم ملاذهم في لحظة أفاقوا فيها على كماشة محكمة بين الجيش على الأرض والطيران من الجو. معها تهاوت معاقل القاعدة مقراً بعد آخر، واستهدف الطيران القصر الرئاسي الذي حوله التنظيم إلى مقر رئيسي، بالإضافة إلى مقرات لقوات أمنية ومستودعات أسلحة وميناء المكلا الذي سيطر عليها التنظيم الإرهابي منذ شهر إبريل من العام الماضي. وبينما تحدثت مصادر عسكرية عن مقتل العشرات من المسلحين في إطار هجوم لاستعادة المدينة، أعلن التحالف العربي عن سقوط مئات القتلى من التنظيم. تجري هذه العملية العسكرية في حضرموت بعد عمليات مشابهة نفذها الجيش الوطني أيضاً مدعوم بطيران التحالف، وحققت أثناءها نجاحاً في أحياء العاصمة المؤقتة عدن، فضلاً عن مناطق في محافظة لحج ومحافظة أبين. السلام اليمني. كل هذه التطورات على الأرض تأتي في الوقت الذي ما تزال المساعي السياسية بقيادة الأمم المتحدة تشهد تعثراً لمشاورات الكويت في اجتماعات ممثلين الحكومة والمتمردين الحوثيين في محاولة لإيجاد حل للصراع الذي يرى مراقبون أن تنظيم القاعدة استفاد منه وتوسع في المحافظات الجنوبية. إذن أي يكن، مفاوضات لرجال القبائل أم ضربة عسكرية موجعة، فالقاعدة تماما باتت خارج المكلا وفقدت أهم معاقلها في البلاد على أيدي قوات عربية ومحلية مشتركة تأتي في إطار المساعي الدولية لهزيمة التنظيمات الإرهابية ودعم الحكومة اليمنية لبسط نفوذها وسيطرتها على المدن كاملةً.